نطالب اول شيء الحكومه تغيير، اول شيء تغيير الدستور. اثنين، موضوع الرواتب، موضوع العطل على العمل، موضوع توزيع الاراضي، موضوع توزيع التعيينات، موضوع رفحاء، كل هاي المواضيع هي سبب رئيسي تدمير العراق. زين، هذا الموضوع لازم يكون هناك تغيير. التغيير يبدا مين؟ من صانع القرار، من الدستور يبدي، من البرلمان يطلع، من التشريع. فعليه نطالب الحكومة بإعادة النظر بالدستور وبالقوانين التشريعية، لأن هاي تسبب مشاكل للشعب وللسلطة. نبقى احنا مساندين لأخواننا وأهلنا في بغداد وجنوب العراق. فيما يتعلق بموضوع المظاهرات الذين خرجوا في مطالبة بحقوق الشعب العراقي وحقوق أبناء الشعب العراقي المتمثلة بفرص العمل، ويعني القضايا تخص الاقتصاد وتخص يعني الشريحة واسعة من الشباب والخريجين، نحن نضم صوتنا إلى صوت هؤلاء، ونحن يعني قلبا وقالبا مع هؤلاء. نعم، لا نخرج في محافظة صلاح الدين وفي سامراء تحديدا مظاهرات، أسباب كثيرة ربما، ولكن أخواننا ويعني في بغداد وفي محافظة الجنوبية نضم صوتنا إلى صوتهم وقلوبنا معهم، وندعم المظاهرات السلمية بشرط أن لا يقتل لا شرطي ولا متظاهر، ولا تحرق الممتلكات العامة والخاصة، لأن هذه ممتلكات يعني ممتلكات المواطنين، والشرطي هو ابن العراق ويعني عراقي، لا يمكن أن يقتل ويتعرض ليه. ولكن يعني نأيد المظاهرات السلمية.